سلام عليكم، شفتكم مقطع جديد. في البداية اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحد يسأل عن القوبة، اعلنت شعري كان مخوش وماني فايق ارتبه، فقلت يا ولد البس اي شيء واطلع كده عادي. اوكي، فكرت ايش اجيب حركة تخليني اتأكد من وفاء وولاء اخوياي او اصحابي لي، فقررت انا يوسف اني اتصل على اصحابي واطلبهم السلف. الو، السلام عليكم، انا احتاج فلوس وابغى 500 ريال. 500 ريال تقريبا بالدولار 130 دولار. فانا اخذت كم شخص كذا ابغى اتصل عليه واساله، هل نشوف هل راح يعطيني، هل راح يصرفني؟ واحسن حاجه ان المكافآت حقت الجامعه نزلت تقريبا قبل امس، نزلت امس، فما في مجال انه يقول ما معايا فلوس. فخلونا نبدا ونشوف من راح يصرفني ومن راح يقول لي تفضل. الو، السلام عليكم. ارحب عليكم السلام. مساك الله بالخير. كيف الحال؟ اسمع يا ديب، مالك بالطويلة، خلاص انا جايك في طلب، باك تقول لي تم. تم ان شاء الله، اذا قلت له والله ان شاء الله انك تقدر، ان شاء الله انك تقدر. باذن الله. انا بطلبك سلف 500 ريال معك؟ والله ما عندي، يعلم الله لو عندي لا اقدر. والله من جد؟ اي والله مره ما ولا تسمع. ها، إذا تنتظر مثلا اليوم الساعة 10 أبشر، بدبرها لك من عيوني. إيش تتسلف يعني قصدك ولا إيش؟ لا ما عليك، أدبرها ما عليك، موجودة ما عليك. الله يس. ها؟ إلى الساعة 10 تصبر؟ لا لا، أحتاج هذا الحين. طيب خلاص، نص ساعة ولد، نص ساعة وأجيك إن شاء الله، أبشر. اسمع اسمع. امزح معك، والله ما احتاج شيء الحمد لله. بس حبيت شو اسمه، شوف يعني انت كفو ولا لا يا شيخ. والله العظيم هذا كان اول شخص طلع ما شاء الله بيدبر فلوس عشاني. شكرا والله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. الله يحييك. انا ابغى اطلب طلب وباك تقول لي تم. تمين، مو تم واحد، تمين. الله يسعدك، قول امين. انا جايك في، ابغاك في خدمه، وان شاء الله ان ما بنطول عليك. ابغاك تسلفني 500 ريال عندك؟ 500 ريال؟ اي بشوف، ابشر. ما خلاص انت ابشر، اعطني رقم حسابك ابشر. ايش بك خايرت كانك بتتورط ولا وش؟ لا كذبتها، عرفت شو كم باقي عندي بالحساب، ويعني بقدر اسلف ما عندي مشكله. اذا بتضغط على نفسك لا بلاش يا اخي، عادي يا اخي، ما بيننا الكلام ده. والله صدق؟ اي والله. الله يسعدك. عموما اسمع، امزح معك، والله ما ابغى شيء، الله يعطيك العافيه. بس كنت كذا اجرب اشوف انت وفي ولا لا. طلعت وفي والله ما شاء الله. لا والله ما له شغل، انا الحين قاعد اصور مقطع عشان بنزله بكره. والله عيال طلعتوا كفو صراحه، احرجتوني. الان جمعنا 1000 ريال. الو، السلام عليكم. يلا حيهم. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا هلا، كيف حالك؟ الله يسعدك. جايك هرجه مره ضروريه صراحه. ايش بك كلامات؟ لا لا لا، ما في شيء، ماشي الحمد لله. بس ابغى اطلب منك خدمه، ابغاك تقول لي تم اذا ممكن، اذا تقدر يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. ابغى باك تسلف لي 500 ريال عندك؟ 500 ريال؟ ايوه. طيب بس متى ترجع لي هي؟ برجع قريب، ما عليك. تعطيني موعد ان شاء الله بعد 3 شهور، انا ما عندي مشكله، كم في الموعد؟ لا ارجعها لك على المكافاه الجايه. خلاص تم، يعني 25 الشهر الجاي؟ ايوه ايوه، مع المكافاه الجامعه الجايه. خلاص كيف بحول لك هي عندك اهلي؟ ايوه عندي. تحول عادي؟ والله عادي يا عمي، عوافي وفداخل 500 ألف كلها. والله يسعدك يا رب، الله يديك العافية. عموما اسمع، أمزح والله ما أبغى شيء. أمزح، ما أبغى شيء. أمزح. عموما الله يديك العافية وشكرا. وأنا أصلا كنت أصور مقطع كذا بشوف بس أخوياي يشوف الكفو اللي بس فايب. يب خلاص شكرا، يعطيك العافية. كذا كذلت شخص، أظن مدري رابع شخص. زدنا جمالة تقريبا الحين 1500 ريال. والله العيال طلعوا كفو، هم كفو، بس اقصد يعني درجة انهم يسلفوني، فاهم؟ هلا ابو احمد. السلام عليكم. هلا، مساك الله بالخير. كرتون حلا. الله يسعد، كيف الحال؟ هلا وغلب المشاهير. شخبار؟ هلا بعالم الشاي.
شو اخبار الشيخ؟ يلا حيا، كيف حالك؟ ايش علومك؟ طيب ان شاء الله، كيف امورك؟ الله يعافيك ويطول لي عمرك يا جدي. ان شاء الله بخير. كيف اخبارك؟ كيف علومك؟ والله ابد، نحمد الله كلش تمام. من متابعينك والله ما تفكر، انا من كبار متابعينك. الله يسعدك والله، تسلم، نتشرف والله. كيف حالك؟ الله يزيدك، كيفك شخبارك؟ والله بخير نحمد الله. عموما اسمع، تمام تمام الحمد لله. شوف يا ذيب، دبيت في منها ان شاء الله. انا جايك في طلب، وقتك لي تم طلب، يعني ان شاء الله انه مو صعب لك. حاضر. الله يسعدك. ابغاك تسلفني 500 ريال، يمديك؟ 500 ريال والله ما يدخل يا يوسف، ايش حق الله؟ مرة ما يمديك يا ولد، المكافأة راحت كاملة للمدرسين. بالله عليك قسم، اي والله، انها ثلاثة مدرسين، واحد عندي يعني موضوع من مواضيعك. ايه مقطع يا ابوي، ايش بك؟ دقاق، نعم دقاق، لا عندي 500,000 بس يا جه طلعت دلينا. الله يسعدك. عموما يعطيك ألف عافية. أوكي، أنا تقريبا كلمت أربعة، ثلاثة قالوا أبشر، وواحد أظنه قال، وكان عنده ظرف يعني، فخلونا نحسن الظن، هو كان عنده ظرف صدق يعني، ما يبغى له كلام. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلاً، يوسف نزلت مقطع جديد. كيف الحال؟ حياك. شو أخبارك؟ سلومك طيب؟ والله بنعم. إيش العلوم؟ خدمة بسيطة، الله يسعدك. من عيني وحيت عيني. الله يسعدك. أبغاك تسلف لي 500 ريال، عندك؟ شزتك. والله؟ والله صدق؟ ترى. والله لا، يمين بالله. عادي يعني، ما عليك. راجحي ولا إيش صار؟ أي شيء عادي، بس أنت ما عليك ضغط يعني؟ خلاص. لا نهائياً، مرة عليك. الله يسعدك، ما تقصر والله. هم نسمع، امزع معك والله، ما ابغى شيء، بس ابيت اشوف ردة فعلك يعني، بس شو تعطيني ولا لا. يا رب انه مو مقطع ولا بيه. والله هو مقطع، هو مقطع والله، والله هو مقطع. والله هو مقطع. ادق على اخوياي اطلبهم سالفة، اشوف من اللي يعطيني من اللي يعطيني، بس فهمت كيف؟ ها؟ الو، السلام عليكم. ارحب ارحب، يلا حبيبي. اسلم، مساك الله بالخير. كيف الحال؟ شو اخبارك؟ والله بخير الحمد لله، انا باليوتيوبر. الله يسعدك، كيف حالك؟ بشرني عنك. بخير الحمد لله. اسلمك، الله يسعدك، الحمد لله. اقول لك امر، اباك في خدمه، ان شاء الله انك ان شاء الله انك قدها باذن الله. ابشر كمان عمرك، اشتغل على عيوني بس امر. تسلم والله، ما تقصر. تقدر تسلفني 500 ريال؟ خلاص ابشر، ما تقصر. متى يمديك انت؟ والله انا فاضي الحين، لو تبغى الحين ما عندي مشكله. عادي، ما عليك ضغط ولا شيء؟ لا ابدا ابدا. الله يعطيك العافيه، والله ما تقصر صراحه. امزح معك ما بسيء والله، بس عندي مقطع قريب بينزل، بس ادق على اخوياي واشوف من اللي بيسلفني مين ما بيعطيني، بس كذا بس. يعطيك العافيه، طلعت كوف وقدها. ام الفضاوه اللي فيك. فاضي، ايش ما وراي شيء، قلت خلنا نشوف، نطقطق عليكم الشيطان. طيب كذا كنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم. كلمنا تقريبا 6 اشخاص، وخمسة منهم واحد للاسف اعتذر، يعني كان عنده ظرف خلاص، فالخمسة الباقيين ما شاء الله ما قصروا، يعني لو جمعنا تقريبا كان بيجيني 2500 ريال. شيء بطل مرة. يعطيكم العافية يا شباب، والله طلعتوا يعني اصدقائي وكذا، فشكرا والله. اتمنى فكرة المقطع عجبتكم، حبينا نكسر الروتين، نغير مقطع جديد ومقطع غريب كذا، فاتمنى المقطع عجبكم. لا تنسى اذا عجبك المقطع تحط اللايك، واشترك في القناة اذا ما انت مشترك، هذه اول مرة اقولها الجملة، وانشر المقطع عند اي احد تعرفه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان معكم يوسف، السلام عليكم.